بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ الإمام محمد علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، وبأعلى الصحائف وضع كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم شيخهما وتلامذتهما في الدارين، آمين. الحديث 14 في باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى، وهو الحديث 59 بعد 500. وعن أبي كبشة عمر بن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يبقى عبد ربنا اداله مال من حلال وعلم، فبقى ينفق ماله بمقتضى علمه في وجوه الخير. واحد تاني ربنا اداله علم ما ادالوش مال، فبيقول: لو عندي مال ابقى زي فلان اعمل زيه، يبقوا الاتنين سواء في الاجر. ونوع تاني واحد جاهل بالعلم وربنا اداله مال فانفقه في معصية الله، واحد تاني جاهل وما ادالوش مال بيقول: لو كان عندي مال كنت زيه انفقته على الرقصات وفي القمار وفي الخمرة كل حاجة. الاتنين في الوزر سواء. فهمت بقى؟ فربنا ينجينا. ايوه. انا عندي فهو بنيته، حتى الشرح كده فصحح بنيته. فهو برضو بنيته. لا ده انت عندك النسخة بتاعتك عايزة تتصلح، صلحها. وعن عائشة رضي الله عنها انهم ذبحوا شاة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها. فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا توكي فيوكي الله عليك. والوكاء اللي هو ايه؟ انك انت ايه يعني يمسك
اصل الوكاء هو الرباط، عارف اما تربط على الحاجه تقوم عشان ما تخرجش منها، فهي لا توكي يعني لا تمسكي، لكن اصل الوكاء هو ايه؟ الرباط الذي يربط به الكيس حتى لا يفكه فيخرج منه شيء. لا توكي فيوكي الله عليك، يعني معناه لا تدخري ما لا تحتاجيه فتمنعيه ايه من يحتاجه. ادي معناه لا توكي، يعني لا تدخري ما لا تحتاجيه، فايه فيمسك الله عنك الرزق لانك امسكتي ما زاد عن حاجتك عن الفقراء فتعاملي بالمثل. فهم؟ لا توكي فيوكي الله عليك. وفي رواية أنفقي أو انفحي أو انضحي ولا تحصي فيحصى عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، متفق عليه. وانفحي بالحاء المهملة وهو بمعنى أنفقي، وكذلك انضحي. نقرا الشرح. فيوكى عليك، ما يقراش حاجه، لكن احنا عندنا زي ما قريناه فيوكي الله عليك، اللي عندنا احنا كده فيوكي الله عليك بالنصب، كويس؟ أي فيقطع الله عليك. ما في بعض النسخ بتبقى إيه في التحقيق في التشكيل فيها إيه أخطاء، فالواحد دي ميزة إننا بنقرأ مع بعض فأنت تصحح نسختك. نقرأ الشرح. وعن أبي كبشة بفتح الكاف وسكون الموحدة وبالشين المعجمة كنية عمر بضم ففتح، ابن سعد الأنماري بفتح الهمزة وسكون النون وبعد الألف راء نسبة إلى أنمار بطن من العرب، وقد اختلف في اسمه رضي الله عنه، فقيل كما ذكره المصنف عمر، وقيل سعد بن عمر، وقيل عمرو بن سعد، سماه يحيى بن يونس وسعيد القرشي هكذا، وقيل اسمه عمرو بن سعد، قال ابن الأثير وهو الأشهر. أخرجه أبو موسى. يعد في الشاميين. روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث ذكر منها المزي في الأطراف 40، وليس منها شيء في الصحيح. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ثلاثة، أي من الخصال أو خصال ثلاثة، وجاز إتيان التاء في عدد المؤنث لحذف المعدود. ثلاثة أقسم عليهن، تأكيدا لها في الأذهان للسامعين ليزداد قبولهم لها ويشتد حرصهم على العمل بها، وأكد ذلك بقوله وأحدثكم حديثا، أي في ذلك فاحفظوه. والجملتان معترضتان لذلك، وجعله العاقولي من باب التقديم والتأخير فقال أي أحدثكم في معنى خصال من خصال الخير، وأقسم على ثلاث خصال منها، فقدم قول ثلاث أقسم عليهن للاهتمام بها. انتهى. وما سلكته الشرح الأولاني يعني أولى، لأن الأصل عدم التقديم والتأخير. ما نقص مال عبد من صدقة، أي بل بالبركة النازلة فيه أو الثواب المعد لبذله، وتزود حاجة كمان، أو بدفع مكروه يصيبه، لأن ممكن ربنا يدي الواحد 1000 جنيه ويجي له مرض يجيب بيه أدوية ب2000، يبقى كأنه استلف، مش كده برضو؟ هو ممكن يدي الواحد إيه 500 جنيه مش 1000، وما يدولوش أمراض، يمنع عنه أمراض فيطلع من الخمسمية دي 100، يبقى له 400، ومنع عنه أمراض يبقى كسبان 400. شفت بقى إزاي؟ يبقى دفع المكروه نفسه بركة في المال، لأنه ممكن يفتح لك أبواب مصاريف أنت مش دريان بيها. واضح؟ يعني عشان كده تزودها البركة النازلة فيه،
يا اما ربنا يبارك فيه فتعمل بيه حاجات كتيره قوي، او الثواب المعد لبازله، الثواب هيعوض، او دفع مكروه يصيبه فياخذ من ماله الكثير حتى يصير مدينا، وذلك يجبر ما نقص منه حسا او ما نقص ثوابه، بل يضاعف يوم القيامه اضعافا كثيرا. وفي امال العز بن عبد السلام معنى الحديث ان ابن ادم لا يضيع له شيء، وما لم ينتفع به في دنيا انتفع به في عقباه. فان الانسان اذا كان له داران فحول ما له من احداهما الى الاخرى، لا يقال في ذلك المحول انه نقص من مال. وكان بعض السلف اذا راى السائل يقول مرحبا بمن جاء يحول مال دنيانا الى اخرانا، وقال هذا معنى الحديث وليس معناه انه لا ينقص في الحس ولا ان الله يخلف عليه، فان ذلك معنى مستأنف انتهى. يعني بيقول لك ايه سيدنا العز بن عبد السلام، انت عندك دار في القاهرة وعندك دار تانية فين؟ في الاسكندرية مثلا. فايه عندك انت اموال وانت قاعد في القاهرة، تاخد منها تنفق على دارك اللي في الاسكندرية، يبقى معناه مالك نقص. طب ما انت بتنفقه في دارك التانية كأنك انت نقلته بس. طيب انت عندك في دار الدنيا وعندك دار في الاخرة، اللي بتتصدق بيه ده ايه؟ كأنك وديته الدار اللي في الاخرة، يبقى في الحقيقة ما نقص. زي بالظبط اللي ودى ماله في دار اخرى ولا يسكنها الان لكنها ملكه، واضح؟ وبالتالي لا ينقص لان اتنقلت من الدار دي للدار التانية، بل الدار الاخرة خير وابقى. فهمت بقى؟ فهمت المثال اللي بيقوله لك سيدنا العز بن عبد السلام؟ طيب. وعشان كده بيقول لك ده مش هينقص حتى بالحس، حتى في الحس مش هينقص. فهمت؟ أنا معايا 1000 تصدقت ب 500، يبقى كأني خدت منهم 500 حطيتها في الدار التانية. وال 500 دول هصرفهم في الدار دي. يبقى أنا ما انقص مالي في الحقيقة، لأن أنا نقلته بس. بل في الحقيقة زاد لأن الدار التانية هقعد فيها أكتر. فهمت؟ ولا ظلم عبد مظلمة بفتح الميم وكسر اللام، مصدر ظلم ظلما بالفتح من باب ضرب، ظلم ظلما، ظلم ظلما بالفتح من باب ضرب ضربا يعني. وفي فتح الباري في كتاب المظالم المظلمة بكسر اللام على المشهور. وحكى ابن قتيبة وابن التين والجواهري فتحها مظلمة يعني، وأنكره ابن القوطية. ورأيت بخط مغلطاي أن الفراء حكى الضم مظلمة، قال في المصابيح هي ما يطلبه عند الظالم وهي ما أخذ منك، وحذف الفاعل ليعم ظلم ظلم القوي والضعيف، ونكر مظلمة في سياق النفي ليعم، لأن النكرة في سياق النفي تعم، قاعدة يعني كل نكرة في سياق النفي تعم، ليعم الظلم في النفس والمال والعرض. يعني في ايه الظلم؟ في اي جهة من الجهات، سواء مال او عرض او نفس. وقوله صبر عليها اي حبس نفسه على ألمها ولم ينتقم من ظالمه بشيء من الانتقام، يعني ما رضاش يقتص في الدنيا. فاكرين انتوا القصص 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 ايام الثوره، قصص القصص، وكل ما يجوا يقتصوا يقوم يزداد الظلم ويتقتل اكتر، مش ده اللي كان بيحصل؟ لا، في حاجه اسمها العفو. العفو عشان نوقف بقى سيل الدماء، وساعتها ربنا هيجبره في الاخر احسن. فهمت؟ لكن ما بيفهموش الحكايه دي الفرق الضاله اللي طلعت، يضربنا اضربه، يقتلنا اقتله، يرشني بماء يرش بالدم. الله، طب مش هنخلص يا ده، مش هنخلص، هيبقى طار لا ننتهي، وتهلك الذريه والابناء زي ما بيحصل بعد العائلات في الصعيد وفي بعض البلاد. تبص تلاقي الثأر يستمر مئات السنين، تتوارثوا الاجيال، وبيبقى المقتول واحد يصير بعد كده على مر السنين المقتولين بالمئات. ده جنان. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول اهو الانسان لو ظلم مظلمه وصبر عليها وما اقتصش، ربنا يبارك له في الاخره احسن منها، ويفتح له ابواب في الدنيا احسن منها.
فهمت بقى ازاي؟ ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، مش الايه بتقول كده؟ ولمن صبر وغفر، شوف كام الواو اللي تدل على القسم، واللام التي تدل ايه؟ على التوكيد، واخد بالك؟ وبعدين بعدها ان التوكيد من عزم الامور، شوف كام توكيد؟ ولمن صبر وغفر ان ذلك من عزم الامور، يعني الذي يصبر على انه يبقى مظلوم وما ياخدش حقه في الدنيا. وعشان كده كان زمان مشايخنا وكان اجدادنا يقول لك ايه؟ يا بخت من بات مظلوم ولا بات ظالم، لان المظلوم ربنا معاه والظالم ربنا ضده. فهمت ازاي؟ فانت طول ما انت مظلوم ربنا معاك، ولا عايز تاخد تقتص ويبقى ربنا مش معاك؟ فهمت بقى يا استاذ؟ يقول لك ايه ده، هو ايه هتعيش كده منكسر؟ لا يا سيدي مش منكسر، هعيش منجبر بربي. لكن هي الغباوه، في حاجه اسمها ايه؟ الغباوه في فهم الدين والتطبيق. فهنا بيقول لك ايه؟ صبر عليها اي حبس نفسه على المها، ولم ينتقم من ظالمه بشيء من الانتقام، ويحتمل ان يعم ويدخل من ترك بعد حقه من الظلامه، من ترك بعد حقه من الظلامه وانتصف في البعض فيساب فيما تركه احتسابا. يعني ممكن تاخد جزء من حقك، تاخدوش كله وتسامح في الباقي. فهمت؟ بدل ما تفضل ايه عداوه، ده في ناس ساعات يختلفوا مع بعض على مثلا 1,000,000 جنيه، يقوموا يعملوا قضيه كل واحد يصرف له عشان 1,000,000 جنيه دي 10,000,000 جنيه، وما ياخدش حاجه برضه في المحاكم والمحامين والدنيا والعناد. فهمت؟ فايه، بلاش الحكايه دي. المسامح كريم، المسامح ايه؟ كريم. سنه النبي التسامح، والتسامح ليس ضعفا بل قوه. والانتقام دي حال مين؟ حال الضعيف اللي هو عايز ينتقم عاجل. ده هو الضعيف اللي بينتقم، ده هو ده الضعيف. فهمت؟ لكن تملي الانسان القوي اللي يجي يظلمه كده يبص له كده ويمشي من قوته، يمشي ليه؟ لانه يعلم انه ايه؟ ان ظلم الانسان لاخيه الانسان لا يضره بشيء، لانه لا يملك لنفسه ضر ولا نفع. فيقوم ايه؟ يقوم يستقبل المظالم التي تقع عليه في الدنيا بالرضا والتسامح. ليه؟ لانه هو جاي للدنيا دي عابر سبيل وهيمشي وخلصنا، واللي يفوتني في الدنيا هيتبقى لي في الاخره احسن، بدل ما اخده انا في الدنيا واصرفه، طب ما هيفضل ليه معاه واخده منه في الاخره، اني احسن؟ يبقى ليا رصيد في الاخره احسن، ولا اخده دلوقتي واستهلكه واجيب عربيه اعمل بيها حادثه؟ ما انا ممكن اخد مالي منه واروح اجيب بيها عربيه اعمل بيها حادثه، صح ولا لا؟ طب ما تخليه عنده بقى، ربنا بيستثمره. مع السلامه. السلام عليكم. ممكن يكون ده اخوك ابن امك وابيك في الارث، اختلفتوا في الارث، خد منك زياده، سامحه، سيبها له، ولا تعمل قضيه مع اخوك ولا حاجه خالص، قول له بالهنا والشفا، سلام عليكم. عايز كمان الباقي اللي معايا خده، سلام عليكم. هتبص لقيت بعد فتره هتبقى انت اغنى من اخوك، لان الطمع يقل ما جمع، وهتلاقي اخوك بعد الاخر اللي هو طمع فيك ده وانت سبت له حقك هو اللي هيحتاج لك بعد كده. ويا ما شفنا الحكايه دي في الدنيا، يا ما شفنا الحكايه دي في الدنيا، وامثله كثيرا انا شفتها في حياتي، وابويا نفسه كان شافها في حياته، في اسرته، في عيلته، وكان يحكي لي يقول لي شوف فلان ده الفئران ده اللي بيمد ايده لاخوه ده كان ظالم اخوه قبل كده، اخوه ده عشان قبل الظلم ربنا فتح عليه خلى الطماع يحتاج لاخوه. ويا ما شفناها. لكن الغباوه حكايه انك انت عايز تنتقم على طول، تنتقم على طول، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسامح ويتنازل عن حقه لأمته كلها، مش لقرايبه، ده لأمته كلها كان يتنازل لحقه صلى الله عليه وسلم. فناخد بالنا، لأن الحاجات دي كلها سنن ماتت في التعامل مع الناس، هذه سنن نبوية ماتت في التعامل مع الناس، وكنا نجدها أيام أجدادنا كتير، والوقتي بقينا نراها قليل جدا في التعاملات. فاهم؟ لكن أيام أجدادنا كنا نشوفها كتير، ونماذج كتير في أسرة كل واحد فينا. استرجع كده أجدادك عملوا إيه مع بعض كده وهم بيوزعوا إرث بيعملوا حاجة، هتبص تلاقي كتير من أجدادك
كانوا يعديها، ولكن ما جراش حاجه مع اخويا، ياخدها مع السلامه ولا حتى يلومه بعد كده، فاهم؟ لان ده حل النبي على فكره. فيبقى نشوف هنا بيقول لك ايه، اي حبس نفسه على المها، على الم الظلم يعني، ولم ينتقم من ظالمه بشيء من الانتقام، ولا رفع عليه قضيه، ولا عمل له بلاغ بوليس، ولا قوم محامي، ولا الكلام ده كله، كل ما يفكرش فيه ابدا. ويحتمل ان يعم ويدخل من ترك بعد حقه من الظلامه وانتصف في البعض فيساب فيما تركه احتسابا، الا زاده الله في الدنيا وفي الاخره او فيما عزا، وذلك من باب قولهم كما تدين تدان، ومن حديث اعمل ما شئت فانك مجزي به. وفي تفسير سورة فصلت من صحيح البخاري قال ابن عباس: ادفع بالتي هي أحسن، الصبر عند الغضب والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم، انتهى. وهذا يؤيد ظهور أثر العفو في الدنيا. ولا فتح عبد باب مسألة، يعني اول ما ايه، كل ما تحتاج حاجه تروح تسحتها من الناس، هتعيش فقير وتموت فقير، تعيش شحات وتموت شحات. لو احتجت حاجه اجلها، ما تروحش للناس، اجلها. ولو جعان ايه يعني ما تنام لك يومين جعان؟ النبي كان يمر عليه الشهر والشهرين لا يوقد في بيته نار، ايه المشكله؟ فهمت بقى؟ لكن لا، ده اول ما يحتاج عايز على طول، عايز على طول، ويسال الناس، يعيش شحات ويموت شحات وعمره هيغني. فهمت؟ من استغنى أغناه الله، ومن استعفى عفاه الله، ومن صبر صبره الله. ومن فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه 60 بابا من الفقر. فهمت بقى ازاي؟ فناخد بالنا، لأن الحاجات دي كلها الأجيال الجديدة دي ما بتعرفش المعاني دي. لما بقوا العيال بقوا مشكلة مع أهله، فهمت؟ فبيزدادوا فقر على فكرة، فوق فقرهم بسبب إيه؟ عدم صبره وعدم إيه؟ قناعته بالقليل. ولا فتح عبد باب مسألة لينال بذلك الغنى تكثرا من أموال الناس إلا فتح الله عليه باب فقر معاملة بنقيض قصده. وفي هذه الأخيرة استعارة مكنية تتبعها استعارة تخيلية في الموضعين. طبعا ده كل ده مجاز. اللي يقول لك ما فيش مجاز في حديث النبي يبقى لا أرى ولا فهم وليس له ايه موضع عند العلماء، ده يبقى جاهل، ما دخلش مدرسة العلم اصلا. وانتوا عارفين مين هم اللي بيقولوا كده. او شك من الراوي، او قال فتح الله عليه باب فقر، او قال كلمة نحوها في افادة ذلك. كل دي سنة النبوية ماتت في عصرنا يا جماعة، لما بقى الاخ بيقتل اخوه والقضايا بقت فوق امكانيات القضاء ان هم يبصوا. القاضي يبقى عنده 500 قضية عايز يقضي بسبب كثرة الايه الشكاوى الناس في بعضها ببعض، لكن لو في تسامح القاضي ممكن يقعد مش لاقي حاجة يعملها. في عصر التابعين بعض القضاة كان يمكث قاضيا سنتان، ينظر في السنتين قضية أو اثنين بس، في السنتين بس. ليه؟ لأن الناس بتسامح مع بعضها، مش محتاجين يروحوا للقاضي خالص من بدري بدري. دلوقتي لا، الجار ايه بيتخانق مع جاره، والشريك يتخانق مع شريكه، والاخ يتخانق مع اخوه، والابن ساعات يشتكي حتى ابيه، والزوجه تشتكي زوجها، والزوج يشتكي زوجته، الدنيا كلها ماسكين في خناق بعض. لما بقت الحياه جحيم، فاهم؟ بس شاطرين قوي في سنه النبي، البسي النقاب وربي لحيتك، هم دي السنه. وبعدين بعد كده يعض في الدنيا. لا، السنة بقى يا سيدي انك انت ما تعضش في الدنيا، لان اللي بيعض ده الكلب. الدنيا دي كلها عظمة ما فيهاش لحمة، عظمة وما فيهاش لحمة، دي الحقيقة. وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ظاهر أنه مزيد على الثلاث، ولعله صلى الله عليه وسلم استطرد مما أقسم عليه من الخصال إلا ذلك لمناسبة بينه وبين من انتقل عنه، إذ كل فيه ترغيب في إنفاق المال في التقرب إلى الله تعالى، وتحذير من الحرص على جمع المال. ويحتمل أن تكون هذه الجملة من كلام أبي كبشة لما حدثهم بما تقدم، ذكر هذا الحديث بجامع ما ذكرناه فذكره.
وقال هذه الجملة قبله ليقبلوا عليه. ويؤيد هذا قوله قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر بفتح أوليه، هو لغة ما بين الثلاثة إلى العشر، نفر من ثلاثة العشر، وهو هنا تمييز أربعة، وجاز مع أن تمييزها لا يكون إلا جمعا كسبعة ليال وثمانية أيام اعتبارا بالمعنى لأربعة نفر، ونفر دي مفردة تدل على الجمع، مفردة تدل على الجمع، لكن هي جمعها أنفار مش كده برضو، واعتبارا بالمعنى، لأن تملي الأربعة بيبقى تمييزها إيه؟ جمع مش مفرد، لحد إيه؟ لحد عشرة، وبعد كده من 11 وما زاد 11 إيه؟ كوكبا، جاء مفرد أهو، لكن لما تقول 10 كواكب جمع، 9 كواكب، فهم؟ يبقى إيه؟ يبقى التمييز في الأعداد الإيه اللي أقل من 11 كلها تمييزها مفرد، هنا إيه؟ قال لأربعة نفر تمييز مفرد بس معنى جمع، لأن يدل على إيه؟ من 3 إلى 10 فهو معنى جمع، فبدل ما يجيبها التمييز يبقى جمع فجابها مفرد باعتبار معناه الجمع. فهمت كلام الشيخ؟ يا رب تفهم كلام الشيخ يا شيخ، وادبح لك ايه جوزين حمام عشان ندوم لك مكافأة لانك فهمت. انما الدنيا لأربعة نفر، عبد يبقى عبد ده بدل بعض من كل، ما هيبتدي بقى يقسم لك الأربعة، فعبد دي بدل ايه يعني ايه بعض من كل، عبد يجوز فيه وفي امثال من مفصل لمجمل استوفى العدة، الجر على الإبدال مما قبله بدل كل من كل، هي بدل بعض من كل بتقدير سبق العطف على الإبدال، والقطع بالرفع بإضمار مبتدأ محذوف وجوبا وبالنصب بإضمار نحو أعني، يعني ممكن تقول عبدا عبد على الايه على الاستئناف او عبد على البدليه. عبد رزقه الله مالا وعلما، فيه ان العلم من الرزق فهو يتقي فيه ربه، يبقى المقصود ايه؟ مالا من حلال وعلما نافعا، مش اي علم، يبقى ايه؟ مالا، التنوين هو عوض عن ايه؟ عن صفه محذوفه تقديرها مالا من حلال، واخد بالك؟ يبقى مال حلال، بدل ما يقول مال حلال قال مالا، يبقى التنوين عوض عن صفة حلال، وبعدين وعلما تنوين عوض عن صفة العلم هو العلم النافع، واضح؟ يبقى ربنا اداله مال من حلال واداله علم نافع، فاستعمل علمه النافع في توظيف هذا المال فيما يرضي الله، دي أول نوع، فهمت يا أستاذ؟ يسموه إيه؟ تنوين العوض، وهنا تنوين عوض عن صفة محذوفة، واضح؟ مالا وعلما، تنوين عوض عن صفات محذوفة، يبقى مال حلال وعلم نافع، لو عايز تفك التنوين تقول كده، رزقه الله مال حلال وعلم نافع، فيه أن العلم من الرزق فهو يتقي فيه ربه، أي لا يصرفه في معصية بل يجتنب ما لا يرضيه، ويصل فيه رحمه، ويعلم في لله فيه حقا، يعني يطلع زكاته، ادي حق الله في المال ايه؟ زكاة المال، سواء كان ذلك واجبا عينيا من زكاة او كفارة لمقتضاها او نذر، او كفائيا ككفاية مضطر من جائع بسد جوعته، وعار بكسوته، او مندوبا كالتقرب الى الله سبحانه بانواع الطاعات المالية، فهذا بافضل المنازل من الجنة، يعني مقامه عالي في الجنة، لأنه علم وعمل وأدى الواجب والمندوب واجتنب الحرام والمحظور، وعلمه هداه إلى الإخلاص في ذلك وجعل معاملته في ذلك مع الله سبحانه. وعبد رزقه الله علما، يعني علما نافعا، أي بالأحكام المتعلقة بالمال من حيث جمعه وإنفاقه وما يتعلق بذلك، ويحتمل أن يراد يعم علم ذلك وغيره، ويؤيد التنكير إذ الأصل فيه التعميم. ولم يرزقه مالا فهو
لعلمه النافع له صادق النية، أي القصد في طلب ثواب الله، فيعزم على العمل المالي لو قدر عليه ليثبت. يقول ناويا لذلك: لو أن لي مالا لعملت، أي فيه بعمل فلان، لكنت بنيت المساجد وربيت الأيتام ومرنت مستشفيات وكفلت الأرامل وعملت وعمل. هو ما عملتش حاجة، ده بيقول بس ربنا يكتب له كل ده كأنه عمل. شفت قد ايه؟ لعملت أي فيه بعمل فلان الجامع بين المال والعلم من طلب ما رضي الله به، فهو بنيته. قال العقولي: مبتدأ وخبر، أي فهو سني النية وبها أجر. مش كده برضو عندك كده؟ فهو سني النية وبها أجر. طيب، كان حقه يقول فهو حسن النية وخلاص، لكن نجيب لك ايه كلمة كده غريبة، هي سنية ماشية برضو، لكن سنية دي اللي كانت سايبة المية بتخر من الحنفية. عارف انت الست السنية اللي سايبة المية بتخر من الحنفية؟ انا عارف. لا ما تعرفوهاش انت. كان في اعلان زمان في التلفزيون علشان الستات اللي بيسيبوا الحنفيات بتاعتهم تخر، فكانوا يقول لك الست السنية اللي سايبة المية بتخر من الحنفية، يعني علشان تجيب سباك يصلح لما تضيع. فانا كلمة سنية دي فكرتني بسنية اللي سايبة المية بتخر من الحنفية. قلت: ويجوز ان يكون نيته مبتدأ وخبره محذوف، اي الحقته بمن قبله، والجملة خبر هو، يدل على ذلك قول فأجرهما سواء، أي من حيث النية وصحة القصد، لعشان كده نية المرء خير من عمله، خد بالك، ويزيد ذلك بثواب نفقة المال التي زاد على صاحبه. وعبد اللي هو التالت بقى، النوع التالت، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، وقد يكون المال ده كمان من حرام لأنه مش ما عندوش علم، وممكن يتكسب ماله من حرام، لأن علمك يخليك تعرف وجوه الحلال فتكسب من الحلال، لكن اللي ما عندوش علم عايز يكسب وخلاص، ما تفرقش معاه من حرام ولا من حلال. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، ليعرف بيه المال الحلال من الحرام، وليعرف ايضا وجوه النفقة التي ترضي الله، يعرف بيه وجوه التصرف المأذون فيها شرعا والممنوع منها كذلك، فهو يخبط بكسر المحدث في مالي بغير علم. وقول لا يتقي فيه ربه بترك إتلافه في المحارم ويبذله في المآثم، ولا يصل فيه رحمه، وفي الإتيان بفي هنا وفيما قبله تجريد، كقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن المال نفس الصلة لا أنها فيه، يعني أنت بتصل بالمال مش في المال، مش هو نفس الصلة، زي بالظبط لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فصار النبي هو نفس الأسوة، فهم؟ لأن المال نفس الصلة لأنها فيه، كما أنه صلى الله عليه وسلم نفس القدوة لأنها فيه، ولا يعلم لله فيه حقا لجهله به، فلا يؤدي حق المال واجبا كان أو مندوبا لجهله وحرصه على جمعه الذي أتلفه، الحرص على جمعه وإتلافه في مستلذات نفسه، فهذا بأخبث المنازل، لما له من المآثم التي ارتكبها بماله الذي أتلفه مع جهله وعدم علمه. وعبد لم يرزق الله مالا ولا علما، فهو أي العبد الفاقد لهما لجهله، يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، كنت بنيت ملهى ليلي وصلاة أمار وصرفت عن نسوان وعن رقصات، يبقى هو ده قاعد كده هو ما عملش حاجة، خد الاسم كله كأنه عمل كل حاجة، فهمت؟ بسبب جهله، واضح؟ فهو بنيته، إعراب كما تقدم، أي فيجد إثم نيته قصد الفساد. فوزرهما سواء باعتبار العزم على المحرم وإن زاد الفاعل بإثم الفعل، رواه الترمذي في أبواب الزهد من جامعه، وقال حديث حسن صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أنهم أي ذوي عائشة أو أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذبحوا شاة، أي فتصدقوا بها ما عدا كتفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عاد لمنزلها لداع دعاه للسؤال عما بقي من لحمها وقد علم أنهم تصدقوا ببعضها:
ما بقي منها أي عندك؟ قالت ما بقي أي عندنا إلا كتفها، بفتح الكاف وكسر الفوقية على الأفصح، أي أنفقنا الجميع وتصدقنا به ما عدا ذلك. قال بقي كلها أي ثواب كلها، لأنه تصدق به تقربا إلى الله تعالى فهو يخلفه ويجزي عليه، غير كتفه أي فإنه يفنى بأكله، ومثله لا ثواب فيه إن لم يقارنه قصد صحيح. وهذا تحريض على الصدقة والاهتمام بها، وألا يستكثر المرء ما أنفقه فيها، فإنه وإن فني صورة فهو باق حقيقة لصاحبه عند الله، يرى ثوابه مضاعفا عند حاجته ومزيد فاقته ومزيد فاقته. ففيه أعظم تحريض علي من كل ما يأكله الإنسان، لأن من استحضر أن ما يأكله لا ثواب له فيه حيث لا غرض صحيح معا، وأن ما يتصدق به بقي له عند مولاه حمله ذلك على التصدق منه ولو بلقمة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ومعناه أي الحديث من حيث الجملة تصدق بها إلا كتفها، فقال بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها، وذلك لأن ما بقي منها يفنى بأكله، وما تصدق به باق عند الله سبحانه. وما عند الله إيه؟ باق. ما عندكم يفنى وما عند الله، كأن النبي بيفسر الآية دي، ما عندكم يفنى وما عند الله باق. تكتب الآية دي قدام الحديث ده يبقى ده تفسير الآية، تفسير النبوي للآية. وعن أسماء بسكون المهملة بعدها ميم وألف ممدودة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، تقدمت ترجمتها في باب بر الوالدين. قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توكي، قال في النهاية أي لا تدخري وتشدي ما عندك وتمنعي ما في يدك، فيوكي بالنصب أي فيقطع، فيوكي الله عليك مادة الرزق والجزاء من جنس العمل. وهذا مفهوم، مفهوم قول تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وفي رواية هي لمسلم في الزكاة من صحيح أنفقي أو شك من الراوي انفحي أو انضحي. قال المصنف بكسر الضاد المعجمة والمعنى أعطي النضح والنفح العطاء، ويطلق النضح على الصب، فلعله المراد هنا ويكون أبلغ من النفح. يعني النفح ممكن إيه؟ حاجة بسيطة اسمها نفحة، لكن النضح كتير. يعني أنفق ولو قليل أو كثير كل لمصلحتك. ولا تحصي أي تمسك المال وتدخريه من غير إنفاق، ومنه فيحصى كذا هو في نسخ الرياض بالمبني للمجهول، وفي الزكاة من البخاري ومسلم فيحصي الله عليك بذكر الفاعل، ولعل حذفه من نسخ الرياض إن لم يكن من سبق القلم من المصنف من تحريف الكتاب، أي يمسك عنك مادة الرزق والبركة فيه ويناقشك الحساب في الموقف، إذ أصل الإحصاء الإحاطة بالشيء جملة وتفصيلا، وهذا فيه تلف أي تلف، فيكون مطابقا لأعطي كل ممسك تلفا، ويستفاد منه أن الممسك يعاقب بتلف ما عنده وحبس مادة رزقه والبركة فيه ومناقشة الحساب. وقد قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، وهذا أبلغ وأليق بمقام التنفير والتغليظ. ولا توعي أي تمنعي ما فضل عنك عمن هو محتاج إليه، فيوعي بالنصب، فيوعي الله عليك أن يصيبك على أعمالك بالتشديد عليك في الحساب أو يمنع عنك فضله وجوده. وبهذا يعلم أن هذه بمعنى ما قبلها، وأن القصد مزيد التأكيد والحث على الإنفاق. متفق عليه، رواه مسلم بجملته، وإن اقتصر المصنف على عزو قوله وفي رواية إليه، والبخاري روى عنها في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا توكي فيوكي عليك، وعند بعض رواته وقال لا تحصي فيحصي الله عليك، وفي حديث آخر عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا توعي فيوعي الله عليك، انضحي انضحي ما استطعت، وانفحي بسكون النون وفتح الفاء وبالحاء المهملة، وهو بمعنى أنفقي، وكذلك أي ككون انفحي بمعنى أنفقي انضحي. فانفحي المشار إليه مشبه به، وانضحي مشبه. قال في شرح مسلم ومعنى انفحي وانضحي أعطي، والنفح والنطح العطاء. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك وامتداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.